سلوك القطط. لدى القطط سلوكيات عديدة وواضحة، فهي من أكثر الحيوانات الأليفة شعبية عند البشر، معروفة أيضا في مصر القديمة باسم ماو، وكان لها مكانة مهمة في المجتمع المصري القديم. سلوك النوم وأيضا سلوك طلب المأوى، جميع الحركات التي يقوم بها الحيوان للبحث عن مسكن أو مأوى للحماية والاستقرار والتكاثر. هنا وضعنا إناء بحجمها اتخذت منه مسكنا لها. السلوك الجنسي، الذكر له القدرة على تحديث الأنثى التي في فترة دورة الشباب، وذلك عن طريق الروائح والفرمونات التي تصدر من الأنثى في هذه الفترة. السلوك المكتسب، السلوك المكتسب التعلم هو تغيير في السلوك الذي يحدث نتيجة للخبرة. من الممكن أن يكون السلوك بسيطا كما في الفيديو، أو معقدا مثل فتح الأقفاص أو الأبواب أو حتى طرقها. اللعب ليس مقتصرا على الصغار، الأم أيضا تلاعب أطفالها، فهو سلوك فطري. السلوك العدائي، السلوك العدائي غريزة عند القطط تظهر منذ الصغر حتى في اللعب. سلوك منح الرعاية، يتأثر سلوك منح الرعاية للصغار أيضا بالإفرازات الهرمونية مثل هرمون البرولاكتين الذي يؤدي إلى إدرار اللبن في الثدييات، كما يؤثر بوجه عام على سلوك الإناث الحاضنة للصغار، فهي تقوم برعايتهم وتوفير المأوى والحماية والغذاء وحتى النظافة. شكرا جزيلا على حسن استماعكم.